والله ما زين حق الطلعات ينحط في الشعر. أمس أنت شريت لي فاهد يمه عنه. يمه ترى وايد زين، وليش تتبخرون في هذا الفحم؟ دام عندنا هذا المبخر. هاي ميستي يمه اللي تحطه داخل الشعر صح؟ وسيفتي. يعني شوفوا يحط باخذه منك كان عندي كيفي صراحة. بالعافية عليك. ما عندك واحد في غرفاتك؟ حطيت لك واحد. إيه ما شاء الله. حق الشنطة حق السفر يما، هذا حق السفر. بعد الطريقة وايد سهلة. أول شيء ضغطتين وتمسك وتقفله. لازم تقفلونه، لازم علشان ما تطلون ماسكينه. خلاص الحين يبخر. فهد كل ربعك اللي قلت لي والله يما كلهم والله بكره بجيب لك لسته عشان اول ما تطلع الدفعه تحجزين. يلا يما هاليومين ان شاء الله. باذن الله يما. في دفعه عندنا كانت بتجي تاخرت مع الدفعه اللي نزلت اخر مره، راح انزلها. ما شاء الله. شوفوا الكسره، يعني الكسره اللي الحين حطاها فاهد هالكبير، بس هذه صغيره. تخيلوا ايش كثر تبخر. والله دبل هذا بعد وما تحترق. ميزتها انه